هل تبحث على أسهل وأسرع طريقة لتحويل الأموال؟ حاب تكون معاملاتك المالية أكثر أماناً وسلاسة؟ على خاطر اليوم راح نكتشفوا عن الحل الأمثل لتحويل الأموال تاعك بكل أمان وثقة. دفع الفواتير والتسوق عبر الإنترنت وتحويل أموالك من المنصات الربحية. تحويل أموالك ما بين البنوك راح نتعرفوا بخطوات بسيطة تضمن لك نقل الأموال وتحويل الأموال بطريقة آمنة. هذه الأداة وهذا البنك الإلكتروني راح يغير لك طريقة تحويلك الأموال وإدارتك الأموال. مع البنك الإلكتروني نيتلر راح تكتشف كيفية استخدام أموالك وتحويل أموالك ومعاملاتك المالية بكل سهولة وثقة. نيتلر هو نظام دفع إلكتروني أو بما يعرف من نوع البنوك الإلكترونية، يسمح للأفراد والشركات بإجراء المعاملات المالية تاعهم. تأسست شركة نيتلر في 1999 وهي من أكبر وأقدم البنوك الإلكترونية عبر الإنترنت. تستخدم في جميع المجالات، في الشراء عبر الإنترنت، سحب الأموال وغيرها من خدمات الإلكترونية. مميزات البنك الإلكتروني نيتلر: الأولى، تقدر تفتح الحساب تاعك بكل سهولة، يعني يضمون دولك غير الباسبور، تقدر تفتح الحساب تاعك بكل سهولة ويدعم تقريبا جميع الدول العربية. عملية التسجيل سهلة جدا، يطلب منك غير باسبور وتأكيد الهوية تاعك ويقبل العنوان المنزلي تاعك في بلدك. كاين حاجة نوصي عليها جماعة، ردوا بالكم تطيحوا في الغلطة كما راهم يديروا جماعة، يطيحوا في الخطأ هذا أنك تطلب البطاقة البلاستيكية، راح تقوم نفس الغلطة اللي في بنك وايز. شوف أخي الكريم، خلي الأمور كما راهي، هذا البنك يسمح لك باش تربط بطاقة ماستر كارد مهما كانت، بطاقة فيزا مهما كانت، الحسابات البنكية مهما كانت، أي بنك تقدر تربطه نورمال، ما في حتى مشكل. تسحب وترد الأموال وراح تحتاجه في المستقبل، انت ديره وراه مجاني، ما فيش اشتراك شهري وسنوي، يعني تقدر ديره وتخبيه، يعني ديره وما تستعملوش عادي. ابري عام عامين تقدر تستعمله عادي، ليسونسيال انت تفعل الحساب تاعك. هذا مكان ما تديرش كيما راهم يديروا جماعه، روح يدبر عليك باش تغلق الحساب تاعك من بعد. الحلول الترقيعيه تعالج مشكلة بكارثة، لا، خلي حساب تاعك بالادريس تاع زير نورمال وما تضمنديش البطاقة، على خاطرك تضمندي البطاقة راهم كيما يديروا جماعة يروحوا يبدلوا العنوان، كي تبدل العنوان بدل العنوان الأوروبي راه بليطار راح يفيق لك ويغلق لك الحساب تاعك. الحمد لله الآن راهم كاين بطاقات بزاف، كاين سبيكتروكوين، كاين مايفين، كاين بطاقات بزاف، كاين ماوس والات، كاين ريدوت باي، كاين الحمد لله بزاف، وراهم اغلبهم يفعلوا الباي بال. يبا غاردي ليك نيتلر، خليه كيما راه، محفظه الكترونيه، بنك الكتروني اونلاين، خليه تحتاجه بلوتار باسكو هو يسمح لك باش دير امور كثيره بزاف ما تقدرش ديرها في البنوك العاديه. تقدر تربطه باي حاجه، تقدر تربطه بعده بنوك ماشي بنك واحد، البنوك اللي حبيت انت والحسابات البنكيه اللي حبيت انت، دير تحويلات تاعك وتشري نورمال عادي، دير تحويلات تاعك عادي نورمال، تقدر تخبي فيه دراهمك نورمال. اخواني الكرام، انا حبيت نعطيكم نبذه، هذه كاين هو وكاين كان سكريل بريس كيف كيف، عندهم نفس الديزاين، تدخل التطبيق تلقى كل شيء كيف كيف، يعني ما كاين حتى ديفيرونس. هذه عمليه تسجيل اخوان الكرام، اللي سجلت ديجا ما قبل واللي يحتاجها، وكاين اخوان بزاف عندهم في اليوتيوب يديروا تسجيل. ليسونسيل انا عطيتك المعلومه اخي الكريم، هو سكرين ونيتلر ديرهم وخبيهم ملاح، راح تحتاجهم بليطار، تقدر تستقبل فيهم حتى الاموال، تخدم مع مواقع واحد اخرين يقبلوا لك سكرين ويقبلوا لك نيتلر. ديما نوصيك جميع بنك ما فيهش اشتراك شهري وسنوي ديروا، لو كان 10 20 باش كي تغلق لك واحد تلقى واحد. هذه القاعدة مشي حطها في راسك مليح، ما تقولش هذيك تخمم لي تفكر لي بالعاطفة، فيف مايفين وفيف وايز وفيف، لا لا، نحي العقلية لك. أي بنك ما فيهش اشتراك شهري وسنوي دير خويا الانسكريبسيون تاعو مجرد 5 دقائق وانت مدير فيها كونت وخبيها، يجي نهار وتحتاجه. إذا عندكم سؤال خليوه في التعليقات، وراح نخلي لكم رابط في عدة بنوك إلكترونية بطاقة فيزا وماستر كارد أغلبها يفعل باي بال. إخواني الكرام، واللي عنده سؤال يخليه في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.